واخا هو طبعا سانديا احنا متفقين بانه الاشتغال في بلاطو ديال السينما ماشي نفس الظروف اللي كيكون فيها الاشتغال الاعمال التلفازيه، الضيق ديال الوقت، عوامل كثيره، ولا حتى الطريقه ديال الاشتغال في عمل مسرحي. العمل في اعمال تلفزيونيه بالخصوص بالنسبه لرمضان كيكون شي شويه، كتكون شويه الظروف شويه صعيبه. انا اللي بغيت نسولك سانديا، مع مرور السنوات واش كتحس بان هاد الاعمال التلفزيونيه بصراحه كتضيف لك شي حاجه جديده في مشوارك، اولا الانسان من بعد واحد السنه او سنتين كيشتغل وكيقول من بعد يحن الله مادام الميدان ما واضحش فيه بزاف ديال التفاصيل، اش كيبان لك؟ لا بالعكس صراحه بلال، عمرني ما شفت الامور بهالطريقه. بالنسبه لي انا قلت لك سو سون دي بيرسوناج اللي انا حبيتهم، وفاش تعطوني لي سيناريو باش نشتغل عليهم ما فرقت لا بين التلفازه ولا بين السينما ولا بين المسرح. هو كاين اون غروند ديفيرونس، وانا كنتفق معك بيان سور، ولكن بالنسبه لي انا كممثله الاشتغال ديالي على الشخصيه فكيعطيني انايا تطور من سنة لسنة. أنا كيفاش كنشتغل على كل شخصية كيعطيني تطور بيني وبين نفسي أنا، يعني أنا في الشغل ديالي واخا كما قلتي كاين ضيق الوقت، كاين بزاف د الحوايج ماشي فحال السينما ماشي فحال التياتر، ولكن أنا كيفاش كنحس براسي كنخدم على الحاجة فأنا براسي كنحس براسي كنزيد لقدام. أون بليس دو سا عطاني الحب ديال الجمهور اللي ما كيتشرى ما كيتباع بتا شي ثمن، عطاني بزاف ديال الحوايج اللي ما غنقدرش صراحة نعدهم لك. ولكن الاشتغال كذلك في الشخصيه التلفزيه ماشي شي حاجه خايبه بور لو كوميديان، حيتاش انت عارف بلادنا بلال سي اون فا اتوندغ دي لون ميتراج، احنا ما عندناش الصناعه. فبالتالي الا بقيت كنتسنى مثلا باش نخدم في كل سنه اللي غتعطى الدعم ديال المركز السينمائي المغربي فراه ما غيمكنش، فبالتالي كيخصني ندير الحرفه اللي انا كنبغيها وما نتوقفش عليها ونديرها اون ميم طون مزيان.